السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة سلوى دي زد. نرحب كاع بالاعضاء جدد اللي معايا، نقول لهم مرحبا بكم، نورتوني وشرفتوني الدار داركم. اليوم ان شاء الله نديرو وصفه بزاف سهله وميم طون بنينه بزاف، ان شاء الله تجربوها وترجعوا لي الخبر. هنا عندنا شرائح تاع دجاج ولا ديك رومي كيما حبيتو، انا قطعتهم بهذا القيس هاملي كيفاش. هنا درت 4 سنين توم رابيتهم، درت لهم 10 تاع قارص شويه. عندي نديرو مغرفه تاع موطارد، عندي هنايا فلفل عكري مغرفه صغيره ومغرفه صغيره تاع كمون، ونص مغرفه تاع فلفل الكحل، شويه ملح، نديرو مغرفه تاع زيت. نبداو على بركه الله، بسم الله. نديرو هنايا مغرفه تاع الزيت، نزيد الخليط ديالي هذا تاع التوابل، فلفل الكحل وفلفل عكري وكمون والملح. ندير مغرفه تاع المطارد هكذا، نخلط مليح. هنا تحبي تزيدي شويه تاع معدنوس واش عليه، انا ما حبيتش ندير هكذا. ندوق هذا الدجاج ديالي، نحطو كاع لداخل، نخليه ياخذ مليح التتبيله يتشربها. يا من الاحسن الا حبيتي تخليه شويه، سينو تقدري ديري به كاريمون. هنا نديروهم دي بروشيت، نديروهم ونطيبوهم في المقلة عادي، يعني واحد البنه ولا غير ما شاء الله. يعني حتى هذه الوصفه مليحه لرمضان، سورتو كي جينا ان شاء الله في السخانه. المراقي ما نحبوهمش، نولو نحبو غير الحاجه الناشفه اللي تجوز، حاجه خفيفه يعني او ميم طون حاجه صحيه هكذا. نكملهم كاع، نخليهم انا دوك نخلط مليح، نوري لكم كيفاش ندير في لي بروشيت، نوري لكم وحده هكذا ومن بعد باش تشوفوا. هاي ليك، نرفد وحده ونبدا هكذا. بسم الله، ندير هكذا ونطيبهم في المقلة. المقلة دو بريفيرونس تكون ما تلصقش هكا، ونفتح ونعاود نحطهم في التتبيلة واش عليه هكذا. يا خليها تتشرب، انا راني نوري لكم برك الطريقة، يعني هكايا. نكملهم قاعيتك، انا نخليه يزيد يتشرب شويه، نكملهم قاع في لي بروشيت ونروح نوري لكم كيفاش نطيبوهم في المقلة. هنا راني درت مغرفه تاع مارغرين، نخلي المقله ديالي تسخن مليح هكذا باش كي نحط نتحصل على اللون اللي راني حاباتو. الى جاوا لي بروشيت طوال على المقله ديالكم قطعوهم شويه كيما درت انا. هاي ليك فوالا، قطعتها باش تدخل، والى الحجم تاع المقله ديالك كبيره خليهم كيما كانوا. نبدا انا ندير بسم الله هكذا، يعني واحد الريحة اللي راهي تطلع ما شاء الله، شاهدكم بالجنة. خليهم يتحمروا مليح ومن بعد نقلبوهم. هنا راكم تشوفوا كيفاش تحمروا، قلبتهم يعني والله واحد الريحه اللي راهي في المطبخ ما شاء الله. الى عندكم شويه الكهربائيه عفوا تقدروا ديروا فيها، سينو تحبوا تشوهم على الجمر اختياري. يعني هكا انا درتها في المقله، حاجه تاع زيت فيه تمتم ولا غير بنينه، يعني تا واحد الذوق، جربوها ورجعوا لي الخبر ان شاء الله تعجبكم. ولا عجبتكم ما تنساوش تخلوا لي كومونتير حلو كيما نتوما، وجامل لا فيديو. انا دوك نكمل نشوفها في طبق تقديم. هنا راني درتهم انا في طبق تقديم، يعني طابوا ما شاء الله واحد البنه، جربوها ما تراطيوش ولا غير ما شاء الله، ننصحكم بها، يعني وصفه بزاف سهله والكو ديالها ما شاء الله. ان شاء الله تكون الوصفه عجبتكم، وما تنساوش الى عجبتكم ما تنساوش تخليولي جيم وكومونتير وتابوني في لاشين ديالي اللي مازال ما ابوناش،
ونقول لهم مرحبا بكم، فعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. تهلاو في راحتكم خياتي وفي صحيحتكم، وكي العادة ديروا النية وما ديروش لامان. سلام.